وفي الثقافة أيضا، حيث تحدث اليوم الفنان التادي أمين عبد الله عن ألبومه الجديد الذي يحمل 5 أغاني بالعربية ولهجة البلالة. جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بدار الثقافة بابا مصطفى محمود موسى الفيل، والمزيد من التفاصيل. يعتبر الفن أحد دعائم الثقافة ورسالة حية في المجتمع، إذ به يستطيع الفنانون معالجة العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية، وذلك عبر الأغاني التي يقدمونها لمجتمعهم، إلى جانب عكس الثقافات والعادات فضلا عن تقاليد المجتمع. وفي ذات الإطار يجيء هذا المؤتمر الصحفي الذي عقدته فرقة النصراوي الموسيقية، وذلك بمناسبة إصدار ألبوم جديد للفنان أمين النصراوي أحد مؤسسي الفرقة بعنوان تشادي يا وطني. الهدف من لمينا عند اليوم بمناسبة الانطلاق الرسمي للألبوم الجديد أو الكليب الجديد، فأنا أمين نصراوي عملت بديت الغناء 2006 بميسيس، وعملت نشاطات كثيرة وشاركت في كثير وعديد من المهرجانات، ونجحت في المهرجان 2016، والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع عليه الجمهور الكرام. هذا وتخلت المناسبة عرض فيديو لبعض من أغنيات الألبوم، منها وطنية وأخرى تراثية، كما تداخل بعض من الصحفيين بمختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بأسئلة واستفسارات جلها تتمحور حول كيفية إنتاج هذا الألبوم وكذا الصعوبات التي واجهها الفنان أثناء عمله، وقد رد عليها الفنان بكل وضوح. وللتذكير فإن عدد الأغاني التي يضمها هذا الإصدار 6 أغاني، 3 منها وطنية باللغة العربية و3 أخرى بلهجة البلالة، التي تحمل العديد من المعاني ذات التراث التشادي الأصيل في القيم الاجتماعية.